ازيك كابتن رضا؟ ربنا يخليك يا كابتن مصطفى. اخبارك ايه يا حبيبي؟ الحمد لله تمام والله. الكابتن رضا هاشم ده انا بقول للساده المشاهدين كان لعيب جامد قوي 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 في ايسكو، وكان ممكن يبقى قد الناس دي كلها، انما النصيب والحظ. الله يخليك يا كابتن مصطفى. قول لي انت شهاده انا اعتز بيها، وخاصه انها في محطه النادي الاهلي الجميله جدا جدا. الله يخليك يا كابتن رضا. تفتكر زمان اي واحد يلعب في النادي الاهلي يقول لك ده البيت السعيد لاي لعيب كره قدم. هو مصدر السعاده النادي الاهلي دلوقتي. ربنا يكرمك يا كابتن مصطفى. الله يكرمك. كابتن رضا انت دلوقتي لما تضيف اخويا الحبيبي كابتن حمدي نوح اللي من رؤوس الحربه اللي انا يعني بقدرهم كتير جدا في مصر. انت كنت لما بتتزنق وبتقول الحمد لله خلصنا؟ طبعا يا كابتن. دي حقيقه والله يا كابتن مصطفى. انت اخر مره شفت فيها حمدي امتى؟ اخر مره شفته فيها من حوالي شهر كده. شهر؟ لا مفيش شهر يا كابتن، ده ممكن 15 يوم في الاكاديميه عندي. كنت قابلته اتقابلته فين؟ اتقابلنا في الاكاديميه عندي هنا في كبرى في كليه زراعه. في الاكاديميه؟ انت عندك اكاديميه ما شاء الله. عندي اكاديميه اسمها جولد اكاديمي وجميله جدا كابتن مصطفى. هنشوف فيها نجوم زي محمد صلاح والنني والدريزيجيه والناس دي كلها. والله يا كابتن انا بعمل ربنا فيها وبعلم الاولاد فيها اساسيات كره القدم اللي مستر كروش مشي من عندنا وقال ان لعيبه مصر كلها محتاجه تتعلم اساسيات كره القدم. دي حقيقه. فالواحد يزعل والله يا كابتن مصطفى. طيب الكابتن حمدي لما بيخرج معاك بتعزموا بعض على العشاء او على الغداء او على الفطار، مين بيعزم التاني؟ انا هو واحد يا كابتن اللي بجيبه بجيبه. رضا هات من الاخر، مين اللي بيعزم يا رضا؟ والله يا كابتن واحد، احنا الاثنين زي بعض يا كابتن. ما انا عارف انتوا الاثنين، بس مين اللي والله عمرنا ما فكرنا في الموضوع ده يا كابتن. مين اللي بيدفع يا رضا؟ حتى واحنا في ابو ظبي يا كابتن انا كنت بدفع وبنشوي فوق عندنا في الصبح. طب انت شايف الصفات الجميله في كابتن حمدي نوح ايه هي كده، وابرزها كده وقولها للناس. اولا يا كابتن حمدي نوح ابن بلد وراجل جدا جدا وخدوم قوي 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 قوي، وهو ما خدش حظه في كره القدم. شوف رغم اللي وصل له دوًا كله ما خدش حظه في كره القدم. ما خدش حظه. زيه زي ناس كتير جدا كابتن. كابتن مصطفى احنا كان عندنا في الجيل بتاع حضرتك وجيل حمدي وجيل الكابتن خطيب وجيل الكابتن حسن شحاته والناس دي كلها، لو تعدينا صح ما كانش فيه ولا كاس عالم فاتنا. والله وحط كلامك صح والله. لكن احنا التدريب ساعتها يا كابتن يلا شويه زجزاج وتقسيمه ما بين الاخضر والاحمر وخلاص على كده يا كابتن مصطفى. هات حاجه من الارض. ايوه. طيب انت شايف، انت لما بتشوف حمدي نوح الكمال لله وحده، انت عاوز تقول لحمدي دلوقتي فيه لازم تبطل ايه؟ عشان هو دلوقتي وهو بيقول لي انا ما رضيتش اشتغل مدرب لان سنانه كلها وقعت. انت دلوقتي كنت شايف فيه ايه مش مظبوط وعاوز تقول له اعملها عشان صحتك؟ على فكره يا كابتن مصطفى حمدي من المدربين الكويسين جدا جدا، وكنت انا وهو والكابتن علي خليل مع مستر كورفر في نادي الجزيره طبعا ابو ظبي. ابو ظبي. والله انا فاكر مره قعدنا احنا الثلاثه مع بعض، وبعد ما المستر كورفر خلص فتره الحصه التدريبيه بتاعته قلنا لبعض احنا الثلاثه لو احنا كنا خدنا التمارين دي كلها كان زماننا بنلعب كره لحد دلوقتي. طيب حمدي استفاد جدا من الفتره دي، وبعد كده ربنا كرمه وراح نادي العين وخد بطولات مع نادي العين، فده شيء بيفرح كتير جدا جدا خاصه واحنا مصريين. طب انت عاوز تقول ايه دلوقتي للكابتن حمدي نوح؟ كابتن مصطفى نعم، وكابتن مشير عثمان بدا في نادي العين في نادي الاهلي مظبوط، اهلي دبي، نادي الاهلي دبي، وكابتن ابراهيم عبد الصمد بدا في نادي الوصل، والكابتن حسن شحاته كان في الوسط بدا في نادي الشباب، نجوم، والكابتن زكي عثمان كان في الوسط. كابتن زكي عثمان كان مدرب نادي الوسط بالظبط كده. طب انت احنا تاريخ يا كابتن مصطفى، ايه الرساله اللي انت عاوز توصلها دلوقتي للكابتن حمدي نوح وهو معانا دلوقتي؟ حمدي نوح انا بتمنى له كل خير وبتمنى له الصحه والعافيه، وربنا يديم عليه الصحه والعافيه، وربنا يخلي له اولاده يعني ايه يحاول بقدر الامكان يهتم بصحته شويه. انت هتقول ايه بقى لرضا؟ انا هقول للكابتن رضا ده كان بيعاملني يا كابتن مصطفى، انا كنت بنام في بيت الكابتن رضا بدل ما انزل عيد بيه والدراسه وبتاع، ياخدني من المظلات على عم السني الله يرحمه، على كليه الزراعه،
انا عارف مكتشف النجوم. بيتهم هناك الكابتن رضا كان على البحر، كان ياخدني عشان يحافظ عليا وانام عنده ويجيب لي اكل ويفطرني الصبح البيض البلدي واللبن خلاص مفيش بيض بلدي دلوقتي؟ لا ولا فول. طيب دلوقتي مفيش بيض بلدي يا رضا؟ لا يا كابتن في كل حاجه يا كابتن، ربنا يزيدك يا رب. كابتن رضا احنا بنشكرك على تواجدك معانا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي برنامج المجري مع الكابتن حمدي نوح، وربنا يديم المحبه بينكم وبين بعض يا رب. ربنا يكرمك يا كابتن مصطفى. شكرا يا حبيبي. بص احنا وصلنا لاخر فقره، بس قبل ما نوصل للفقره دي اسمها انت مين؟